الهيئة الهندسية في القوات المسلحة حذرت من الإعلانات الوهمية اللي بعض الناس بدأوا إن هم يحطوها على السوشيال ميديا. في ناس مثلا بدأت تحط أو بدأوا يحطوا إعلانات عن فتح باب توظيف. القوات المسلحة والهيئة الهندسية تحديدا نفت كل الكلام ده، وقالت إن اللي بيتم الإعلان عنه على مواقع التواصل الاجتماعي ده يعني موضوع مش صحيح، وتحديدا خلال الفترة اللي احنا فيها دي نفوا أي فرصة للتعيينات في الهيئة. الهيئة الهندسية قالت كمان من خلال صفحة رسمية لوزارة الدفاع إن الهيئة غير مسؤولة عن أي أخبار أو إعلانات بيتم تداولها عبر أي مواقع إلكترونية بخلاف ذلك.